بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة الدكتور أحمد عطية الدهشان. النهاردة يا جماعة جايين نتكلم معاكم عن أنيميا نقص الحديد. بتبدأ المشكلة ديت يا جماعة، أنا مش عايز أطول، عايز الفيديو بتاعنا ما لا يتجاوز كام دقيقة، بحيث إن احنا كلنا بلا استثناء نستفيد بشكل كبير قوي، وإن احنا نوصل للمعلومة اللي احنا عايزين نوصلها بشكل بسيط كده يا جماعة. ما نيجي نتكلم عن تشخيص الأنيميا لازم نعرف إن دي بنت بتجي لنا العيادة. طبعا أنا بقول بنت ما قلتش ولد، لأن يعني الأنيميا أكثر شيوعا عند البنات، لكن مش معنى ذلك إن هي ما بتجيش عند الولاد، لا، موجودة عند الولاد وموجودة عند البنات، لكن أكثر شيوعا عند البنات. البنت تيجي لي العيادة تقول لها دكتور أنا بعاني من إرهاق مستمر، بعاني من صداع مستمر، بعاني من دوخه مستمره، ما اعرفش ايه السبب. اول ما تيجي تقول كده يبقى لازم نعمل اول حاجه تحليله بسيطه او نعمل فحص بسيط. من خلال هذا الفحص نقدر نعرف ان عندها انيميا ولا لا. ايه هو الفحص ده؟ بيسموه صوره دم كامله او سي بي سي. يبقى صوره دم كامله او سي بي سي نقدر من خلالها ان احنا نعرف الانيميا. طب بنعرف ازاي ان هي عندها انيميا في التحليل؟ في حاجه اسمها الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده بيبقى ليه نسبه طبيعيه، النسبه الطبيعيه بتاعته من 12 ل 17. تحليله صوره الدم كامله ديت لو الهيموجلوبين بتاعنا طلع اقل من 11 يبقى هي عندها انيميا. بناء على درجة الأنيميا اللي موجودة عندها بنبدأ نتعامل مع الحالة. طب ازاي احنا دلوقتي عرفنا ازاي نشخص الأنيميا؟ بنشخصها من خلال فحص صورة دم كاملة نتيجة لوجود هذه الأعراض، سواء كان دوخة مستمرة أو صداع مستمر أو إرهاق مستمر. وجدنا كل هذه الأعراض موجودة عندنا، نقدر من خلال هذه الأعراض نخش بشكل مباشر ان احنا نعمل الفحص. عملنا الفحص طلع عندها انيميا، خلاص طلع عندها انيميا، نعالج الانيميا ازاي يا دكتور؟ يبقى اول حاجه في نقطه العلاج اللي نخش فيها بشكل مستمر اللي هي ان احنا نبحث عن سبب الانيميا اللي موجود عندنا. يبقى نبحث عن سبب الانيميا اللي موجود عندنا. قد تكون، تعالوا نقول الاسباب الانيميا بشكل سريع كده، اشهر سبب شيوعا عندنا كلنا بلا استثناء اللي هو نقص التغذيه. للاسف احنا بلا استثناء عندنا مفاهيم غلط في الاكل وفي الاكل بتاعنا وفي الغذاء. لكن بشكل اساسي ما نيجي نتكلم عن الانيميا يبقى هنيجي نتكلم عن نقص الحديد. هذا النقص اللي موجود في الحديد ان احنا ما بناكلش اغذيه فيها اطعمه بتحتوي على الحديد. يبقى ده كده السبب الاولاني. السبب الثاني قد يكون هناك نزيف داخلي. هذا النزيف الداخلي هو اللي مسبب لنا الانيميا. طب النزيف الداخلي ده عباره عن ايه؟ يعني يكون عنده قرح في المعدة، عنده بواسير، عنده ناسور، عنده أشياء معينة هي اللي مسببة لنا نزيف داخلي، ونتيجة لهذا النزيف بيحدث عندنا نقص في الهيموجلوبين في الجسم وبالتالي حدوث الأنيميا. يبقى احنا قلنا كده قد يكون هناك نزيف داخلي، قد يكون نقص التغذية هي سبب في الأنيميا اللي موجودة عندنا. قد الإصابة بالديدان قد تكون أحد الأسباب الرئيسية للهيموجلوبين، وده بتبقى طبعا تبقى أكثر شيوعا عند الأطفال. عشان كده احنا عملنا لكم حلقة من قبل من نتكلم فيها عن علاج الديدان عند الاطفال. اللي ما اتفرجش على الفيديو ده يروح يتفرج عليه دلوقتي حالا وبعدين يرجع علينا مره ثانيه يكمل الفيديو ده للنهايه عشان يستفيد الاستفاده القصوى. يبقى احنا دلوقتي يا جماعه اتكلمنا، قلنا الاسباب الرئيسيه قد تكون نقص التغذيه، قد يكون هناك نزيف داخلي هو اللي مسبب لنا زي البواسير والناسور ومشاكل قرح المعده، قد يكون الجاستريتس والليبتيك ألسر، قد يكون هناك برضو مشاكل تانية. ايه هي المشاكل التانية ديت؟ قد يكون السرطان احد اسباب الانيميا، والحمل، الست اثناء الحمل من اكثر الاشياء شيوعا الانيميا ونقص الهيموجلوبين في الجسم. احنا كده قلنا الاسباب. يبقى لازم لما نيجي نتكلم في نقطه العلاج ما تيجيش تقول لي خد الدواء الفلاني وخد البتاع الفلاني وخده يلا واطلع واجري يلا وبتاع زي ما بيحصل في اغلب العيادات. لا، نبحث عن السبب في البدايه. يبقى لازم تعالج اصل المشكله، علشان حتى لو انت رفعت نسبه الهيموجلوبين في الجسم لو رفعتها ما ترجعش مره ثانيه ويرجع لك انيميا مره ثانيه. يبقى احنا لازم نعالج السبب في البدايه. يبقى بعد ما نعالج السبب في البدايه واحنا بنعالج السبب ناخد اشياء بترفع الهيموجلوبين. يبقى احنا شغالين في خطين متوازيين. يبقى اول نقطه علاج السبب. النقطه الثانيه لما نيجي نتكلم فيها يبقى العلاج التغذوي. لما بنيجي نتكلم عن النيوتريشن بنتكلم على نظام غذائي صحي بيحتوي على كافة العناصر الغذائية، من الكربوهيدرات، من الفات، من البروتين، من الفيتامين، من المينرال، من الفايبر، من المية، في كافة العناصر الغذائية. لكن بنركز شوية على الأغذية في النظام الغذائي اللي بيتعمل يبقى فيه عنصر الحديد. عنصر الحديد زي ايه يا دكتور احمد؟ بشكل بسيط بيبقى موجود في الكبده، موجود في السبانخ، موجود في الكبده، في السبانخ، في البتنجان، في العسل الاسود.
الكبده والسبانخ والبتنجان والعسل الاسود من اكتر الحاجات اللي متركز فيها حديد. يبقى احنا ناخد اكل بيحتوي على نسبه حديد عاليه زي اللي موجود في السبانخ، موجود في البتنجان، موجود في العسل الاسود. تالت بقى نقطه في العلاج واللي هي برضو في غايه الاهميه ولا تقل اهميه عن اللي قلناه من قبل، زي ما احنا قلنا اول حاجه نعالج السبب في البدايه، تاني حاجه هناخد اغذيه تحتوي على عنصر الحديد، تالت حاجه هناخد ايرن سبلمنتيشن. بشكل بسيط قوي لما نيجي نتكلم عن الايرن سبلمنتيشن يعني نقول اقراص الحديد. اقراص الحديد دي او مكملات الحديد بشكل عام، طبعا من اشهر الانواع اللي موجوده عندنا او من افضل الانواع اللي موجوده عندنا زي الفيروسانول او اي حاجه فيها حديد. يا جماعه انا مش بتاجر بالفيروسانول، انا بتكلم كطبيب وكان عندي حالات في العياده وهذه الحالات كنا بنستخدم معاه ايه وافضل النتائج من افضل من خلال التجربه في العيادات كان بالنسبه لنا الفيروسانول يعتبر من افضل الانواع اللي احنا استعملناها وجربناها في العياده. ثالث حاجة نتكلم عنها برضو موجودة عندنا بشكل قوي، نتكلم عن الفيتامين بي 12. فيتامين بي 12 مهم جدا، مسؤول عن تكوين كرات الدم الحمراء والأعصاب. يبقى الحاجة الأساسية اللي مسؤولة عن تكوين كرات الدم الحمراء والأعصاب نقدر نتكلم عن الفيتامين بي 12. الفيتامين بي 12 ده بناخده على هيئة حقن، حقنة مرة أسبوعيا لمدة شهر واحد وبعدين مرة كل 3 شهور، وعلى حسب تقييم الطبيب نتيجة التحليل بتاعتك الدكتور بيديك الحاجة الأنسب ليك. فبرضه طبعا ارجع للجرعات على حسب المعطيات اللي عند الدكتور بتاعك. يبقى احنا كده قلنا أول حاجة نقدر إن احنا بناخد فيتامين بي 12 بس بناخدها عضل، وطبعا أنا بتكلم على الأشياء اللي أنا بستعملها في عيادتي بشكل أساسي، فما بكلمك عن تجربة شخصية عن حاجات بالفعل عن نتائج حقيقية لحالات موجودة عندنا في العيادة. يبقى احنا دلوقتي يا جماعة اتكلمنا عن فيتامين بي 12، حاجة تانية برضو بتشتغل برضو على المسؤول عن تكوين كرات الدم الحمراء الفوليك اسيد. يبقى بناخد حاجتين اساسيتين، بناخد اقراص الحديد مع الفوليك اسيد مع فيتامين بي 12. يبقى الحاجات اللي بتتكتب في الروشتة بتاعتنا ثلاث حاجات اساسية، بنكتب اقراص الحديد او مكملات الحديد، وبناخد تاني حاجه موجوده عندنا بناخد فوليك اسيد، وتالت حاجه بناخد فيتامين بي 12. طبعا دي الثلاث حاجات الاساسيه اللي بتكتبوا في روشتة، واي طبيب بيجي له حاله انيميا لازم يكتب الثلاث حاجات الاساسيه دي. يبقى ديت الحاجات الاساسيه اللي احنا نقدر نستخدمها معانا تبقى موجوده عندنا في العياده بشكل مستمر لعلاج انيميا نقص الحديد بشكل بسيط قوي. وبكده تكون الحلقة بتاعتنا خلصت. انزل دلوقتي حالا اضغط لايك، شارك الفيديو فالدال على الخير كفاعله. شكرا ليكم، كان معاكم دكتور احمد عطية الدهشان، دمتم بصحة وعافية.